ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وفقرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن النخاع الشوكي. ايه هو النخاع الشوكي، اهميته ووظيفته، وهنتكلم كمان عن اصابات النخاع الشوكي. ايه هي اصابات النخاع الشوكي، اسبابها، اعراضها، دور العلاج ايه؟ يعني هل دور العلاج هو دكتور المخ والاعصاب، ولا العلاج الطبيعي بقى ليه دور كبير جدا في بعد ما تحصل الاصابه زي الشلل؟ ناس كتيره جدا بتتوقع انه خلاص لا قدر الله ان هي حصل لها شلل وهتستمر كده بقيه حياتها، لكن هنا من هنا بيجي دور العلاج الطبيعي. ايه هو دور العلاج الطبيعي في علاج اصابات النخاع العظمي؟ ده هنعرفه من الدكتوره مشرفانا النهارده في الاستوديو، دكتور رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب. اهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتينا. عايزه افكر بس مشاهدينا كمان لو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا على 2575-6810. النخاع الشوكي يا دكتور دايما بنسمع ان هو حاجه مهمه جدا وليها علاقه، يعني ممكن لا قدر الله لو حصل اصابات في النخاع الشوكي حياه البني ادم هتتغير 360 درجه يا دكتور. تمام. لكن حصل تطور وتقدم في علاج مشاكل واصابات النخاع الشوكي. خلينا في البدايه نعرف ايه هو النخاع الشوكي، اهميته ووظيفته. طيب يعني ايه نخاع شوكي؟ دي زي هو ساعات بنقول عليه النخاع الشوكي او الحبل الشوكي، لان هو عباره عن حبل ماشي جوه العمود الفقري في قناه اسمها قناه الحبل الشوكي. القناه دي بتبقى داخل الفقرات، بحيث انه الفقرات زي ما الجمجمه بتحمي المخ بالظبط، الفقرات بتحمي النخاع الشوكي. الفقرات والديسك اللي هي الوسادات اللي هي الجيلاتينيه دي برضو بتحمي النخاع الشوكي. النخاع الشوكي ده وظيفته ايه؟ ان هو المواصل ما بين المخ وبقيه اعصاب الجسم. يعني كل هو الاعصاب في الجسم بالظبط، هو اللي مكان طبعا اشاره لكل الاعصاب بتاعت الجسم المسؤوله عن الحركه وعن الاحساس. طبعا طبعا. طيب هو دي وظيفته واهميته يا دكتور. طب المشاكل والاصابات اللي بتحصل للنخاع الشوكي بتبقى اسبابها ايه عموما؟ اسباب يعني الاصابات بقى عايزين يعني ايه نفهم الناس، في حاجه اسمها اصابات النخاع الشوكي نتيجه طبعا اكتر حاجه بنشوفها طبعا الحوادث. ان يحصل قطع او تهتك او كدمة على النخاع الشوكي. طبعا دايما بحب احط سكوب كده ونلقي الضوء عن الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي على اي ليفل في العمود الفقري، لان الانزلاق الغضروفي اي ليفل بمعنى اي فقره في العمود الفقري، اي مستوى في العمود الفقري هو حتى اول الفقرات العنقيه لحد الفقرات القطنيه والعجزيه تحت. بالظبط. ودي يمكن المشكله يا دكتور منتشره بصوره كبيره جدا نتيجه استخدامنا للتكنولوجيا بالظبط، الوقفه الحاجه الثقيله، اي حاجه طبعًا بتعمل ليه عايزه انبه على 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 مشكله الانزلاق الغضروفي، لانه الانزلاق الغضروفي لو هو ضاغط على الجذور العصبيه هيعمل مثلا لو ضاغط على الجذور العصبيه القطنيه والعجزيه مثلا الاولى بيعمل اللي هو عرق النسا، وبيبقى الالم بتاعه بيبقى صعب جدا. وكمان يا دكتور بعرق النسا الالام مش بتظهر في الظهر على طول، بتظهر في رجلين فيعتقد الناس ان هي حاجه ملهاش علاقه بالظهر او الفقرات او عنده غضروف. بالظبط. ليه بقى حبيت انبه على الموضوع ده برضو وانا بشرح الموضوع ده؟ يا جماعه اللي يحس بالم وطلع فيه انزلاق غضروفي، الانزلاق الغضروفي علاجه دلوقتي في حاجه اسمها شد فقرات كمبيوتر وعلاج بالليزر وحاجات يعني بعيده عن الجراحه يا دكتور؟ بعيده عن الجراحه. لانه ما هو انا ليه بتكلم في النقطه دي؟ لانه جزء كبير، انا اصلا ماجستير والدكتوراه بتاعتي علاج طبيعي لامراض المخ والاعصاب، واشتغلت يعني في القصر العيني في حالات كتيره سواء في قسم المخ واعصاب باطنه او قسم مخ واعصاب جراحه، وشفنا انه يعني من الحالات الكتير جدا اللي احنا بنشوفها اللي هو حد دخل عشان عنده انزلاق غضروفي فحصل اصابه للنخاع الشوكي، وبدل ما كان عنده وجع وتنميل بقى عنده شلل، مشكله اكبر، بقت دخلنا في مشكله طبعًا اكبر. فالجراحات في المكان ده مكان صغير والجراحات دقيقه جدا واحتمالات الاصابه عاليه، يعني تتجاوز 60%. اصابات النخاع الشوكي يعني بتعدي ال 50 و60%، يعني اللي داخل يعمل عمليه في المكان ده في نسبه كده وفي نسبه كده. عايزه اقول لك ان انا مثلا في حالات جات لنا كانوا داخلين عمليات خلاص، والحمد لله الحمد لله بفضل ربنا لما عملوا العلاج
مشيوا وتحركوا ولحقناهم كمان قبل ما يوصلوا للشلل، كانوا بدأوا في مرحلة ضعف العضلات وبس، ولحقناهم قبل ما يوصلوا للشلل وما عملوش العملية. وفي ناس عملت العملية واتشلوا برضو ودخلوا عندنا برضو في قصة العلاج. فاحنا ليه بننوه؟ لو في انزلاق غضروفي او في مشكلة في ضغط على النخاع الشوكي، ياما الاف الحالات مش هو مئات الشلل الحالات. عموما بس اسبابه يا دكتور يعني نتيجة انزلاق غضروفي، حصل تدخل جراحي فبالتالي حصل مشكلة او ادت الى شلل، الحوادث، او الحوادث طبعا. حد عمل حادثة بقى واتقطع الحبل الشوكي، سواء قطع جزئي او قطع كامل، وقطع الحبل الشوكي اللي بيبقى ليه علاج. هنتكلم كل لان حاجة دي ليها نقطة عليك. مهمة هنقول طبعا. ازاي بنعالج؟ طب ده اتقطع ازاي طبعا هنعالجه؟ في طبعا من ضمن الاصابات الاورام، الاورام، اورام في ورم على النخاع النخاع الشوكي الشوكي. نفسه، عليه ورم، سواء حاجة اسمها انترا مدرري او اكسترا مدرري، سواء اورام كان من حميده الداخل ولا خبيثه بتبقى يا كده او دكتور؟ كده، يعني الاثنين مع اي بعض. حاجة ضغط على النخاع الشوكي تعمل ان شاء الله يبقى لك يكون ديسك اللي هو انزلاق غضروفي، عشان الناس تبقى فاهمة هي كلامنا. عموما يا دكتور لو حاجه في النخاع الشوكي، ما يعني لا قدر الله ما وصلتش اللي هي المضاعفات اللي زي الشلل او ان هي عدم الاحساس والحاجات دي يا دكتور، لا بتبتدي اكتر حاجه بتنميل، هي دي ليها علاقه اكتر بالاعصاب والنخاع الشوكي. هقولك ما احنا ماشيين في الاسباب دلوقتي هنعدي عليهم كلهم. في حاجه اسمها ترانسفيرس مايلايتس اللي هو التهاب في النخاع الشوكي. التهاب النخاع الشوكي ده بيبقى فيه، ده فيديو لحد على جنيه، ده بصي واقف وحاطط ايده في جيبه، يعني ده كان عنده اصابه حادثه وقطع في النخاع ايوه. الشوكي، بصي واقف على الحيطه وبصي بيحرك نفسه، هو ده الاول حصل له شلل وخد وبيتعالج. الجلسات، ايه الجلسات اللي الجلسات هنتكلم عليها. هنتكلم عنها. طيب كنت بقول لحضرتك، او كنا بنقول اللي هي الاصابات او الاسباب من ضمنها ان هي التهاب النخاع الشوكي، يحصل والاورام. التهاب والاورام قلنا، وفي بقى حاجه اسمها سرينجوميليا، كيس يبقى كيس ميه يطلع ضاغط على النخاع الشوكي، طب والكيس الميه ده بيبقى اسبابه ايه؟ مجرد ان هو يظهر عيب خلقي او عيب حاجه خلقي، اوتو حاجه اه كمان. اه اه طب حاجه اوتو وعيوب اميون، خلقية أو حاجة أوتو ميون، في ناس بيحصل لها كده، حاجة امراض اسمها مناعيه سيرينجومايال، معناها اللي هي الامراض المناعيه. وهي برضو اللي بتسبب التهاب النخاع الشوكي. طب والتهاب النخاع الشوكي اعراضه بتبقى ايه يا دكتور؟ مختلفه تماما عن التنميل بصي ولا أعراض اعراضها النخاع الشوكي مبدئيا الالتهاب نفسه؟ يعني بتبدأ من التنميل لحد فقدان الإحساس تماما بالجزء اللي تحت الإصابة. ما هو الإصابة بتحصل على حسب حصلت على أنهي ليفل، يعني على أنهي مستوى في الفقرات. الجزء اللي اتصاب، يعني مثلا لو الفقرات العنقية كل اللي تحتها يبقى شلل رباعي، حسب الجزء على حسب هيتصاب، حسب في الصدرية يبقى اللي الإصابة اللي تحتها هيعملها طبعا. مستوى الإصابة كل اللي تحته فقط فيه بقى، من فقدان إحساس لفقدان حركة لفقدان تحكم في البول والبراز، يعني كل اللي تحته ده الجزء السفلي كله يا دكتور فقد السيطرة والتحكم في كل بالظبط. حاجة، مش بس الحركة لكن كمان الإخراج بالظبط والتبول كده، والحاجات دي. بالظبط كده. طيب العلاج، دور يعني العلاج الطبيعي يا دكتور بقى ليه دور كبير جدا، زي ما شفنا في الفيديو وفي فيديوهات تانية هنعرضها يا دكتور. تمام. دور العلاج الطبيعي بيجي امتى؟ يعني طيب هل بعد ما نفقد الامل تماما والناس ان هي خلاص يبقى وصلت لمرحله الشلل وبالتالي يعني مرحله صعبه برضو، طبعا ولا لازم نتدخل فيه يعني في مرحله مبكره عشان نقدر ما نوصلش للمضاعفات والمراحل دي؟ طبعا. طيب السؤال طبعا مهم جدا، امتى نتدخل وشكل التدخل ايه والعلاج الطبيعي ازاي والدنيا بتوصل ازاي؟ طبعا. اول حاجة طبعا عايزة بس يعني ندي للناس امل. طبعا كل الناس اللي جايين العيادة عندي قبل ما يقفوا ويمشوا هم اتقال لهم ان انه هو ما فيش مفيش امل. امل، والنخاع الشوكي اللي بيتصاب ده خلاص ولا هيقف، اهو العيان واقف ولا هيمشي ولا هياخد خطوات ولا هيعمل اي حاجه في حياته، يعني ايه اقعد في مكانك واستنى قضاء الله. استسلم ومعظم الاصابات طبعا. نتيجه ان هي بتبقى حوادث، التهاب النخاع الشوكي والاورام. عايزه اقولك ان اكتر الاصابات بتبقى في سن صغير، تخيلي ما تقولي الشاب في ال20 ولا في ال30 حياتك خلصت ووقفت وانتهت. طبعا ده بيبقى ليه اتقال لهم كده، لانه هو فعلا دكتور المخ والاعصاب سواء جراحه او باطنه بيبقى بعد الإصابة العيان، سواء العيان خد دواء عمل تثبيت فقرات عند دكتور جراحة المخ والأعصاب، هو فعلا دور الدكتور في التخصص ده انتهى، صح. هو فعلا ما عندوش حاجة تانية فدور يعملهوله يعملها للمريض.
الفيديو اللي شايفينه ده حضرتك برضه اللي بتقولي ان هو ده حالة جات لحضرتك؟ ده نفس الفيديو اللي احنا لسه عارضينه، هو بس ممكن نقدمه نعلق عليه شوية، بالتفصيل. نقدمه شوية والعيان ماشي. هيجي دلوقتي يا دكتور. اه دي في المرحلة اللي هو هنا واقف، هنا يعني واقف هو لوحده وحاطط ايديه بعد ما قبل ورا كده ما كانش ظهره. بيقدر يقف خالص. وبعدين هو ماسك المشاية لوحده، وهنشوفه دلوقتي وهو بيتحرك. تمام، الحركة بتبقى ده في جاي لي البداية يا دكتور لازم العيان ده يستخدم. بالمناسبة يمني، جاي لي برضو متقال له خلاص انت ميت لحد الحمد لله لما شاف الفيديوهات بتاعنا. ملهاش علاقة بقى يا دكتور قعد فترة قد ايه طويلة لا ليها عنده علاقة، شلل لا طبعا ليها علاقة طبعا، ومستسلم، وان هو ليها علاقة طبعا. ان لما الدكاترة قالوا له مفيش امل بصي في ليها علاقة في كذا طريقة. أول حاجة إنه طبعا لما العيان بيتأخر بيحصل حاجتين، أنا طبعا إيه هو أنا هعالجه إزاي؟ مش أنا لسه شارحة وقايلة إن النخاع الشوكي الإشارة اتقطعت، مظبوط. فأنا هعالجه إزاي؟ أول حاجة بنشتغل بقى على جزء جزء. الجزء الأولاني النخاع الشوكي نفسه، بندخل دواء حقن في جهاز أمريكي اسمه دواء الايون حقن تو في النخاع فريزر. الشوكي يا دكتور؟ ده بيدخل عن طريق الاستقطاب الايوني للخلايا. بص هو هنا بيمسك. هيبتدي يمشي. طب الدواء ده وظيفته ايه يا دكتور؟ ايه بص بقى فايدة او الدواء ده هما فايدته ايه؟ بنحقن كذا حاجه، بنحط حاجه. الحقن ده بيبقى من خلال جهاز التايون الامريكي الاستقطاب الايوني للخلايا. الدواء بيتحط جوه الجهاز، ما فيش حاجه بتدخل، ايه ما فيش ابره ولا حاجه تضر النخاع الشوكي ولا اي حاجه. زي برضو يعني من ضمن الحاجات في الاسباب اللي قلتها، انه في ناس في حقنه التخدير اتحقنوا غلط ودخلت الحقنه على بيحصل الموضوع النخاع ده الشوكي، صحيح. برضو شفت حالات كده. بصي بيوطي، بيستخدم الجزء اللي فوق. لازم يقوي طبعا. في الرياضة ليها دور برضو يا دكتور مع لا العلاج ما بصي الطبيعي الرياضه بقى ساعات بيقولنا عضلات غلط، فعشان كده احنا بنقول فعلا. علاج طبيعي في مكان متخصص مخ واعصاب. يعني انا مثلا التخصص يعني مثلا بتاعي الماجستير والدكتوراه بتاعتي علاج طبيعي لامراض المخ والاعصاب. بالنسبة كرياضة بصي ده بصي راجل في سنه قد ايه، ده كان كبير شال شكله. الرباعي على فكره، كانت ايديه كمان متاثره ما شاء الله. وابتدي والحقنين. ده بعد كام جلسة بقى يا دكتور ابتدى ان هو العيان وصل ده بعد للمرحلة دي ان شهر، هو يقدر بعد شهر بعمل خاصة ان هو سنه كبير كمان؟ احنا بنعمل جلسات مكثفه 6 ساعات يوميا. نشوفه بعد شهر ما شاء الله 6 ساعات يوميا. 6 ساعات يوميا، وساعات يزيدوا، يعني ساعات بيوصلوا ل 8. هشرح لك ليه ست دلوقتي. ساعات هشرح لكم ليه طب بنعمل 6 ساعات. مدة طويلة يا دكتور. شايفين عايزاكم بس الواحد تبصوا لما يروح للدكتور شايفين طبعا، يعني. بس الواحد بصي لما يروح للدكتور اكيد يعني الانتظار بيبقى يعني غير ان هو لما ياخد فترة طويلة ما هي ست ده سنة كله شغال، هو العين ما يحسش انا بالوقت فاهمة. انه طبعا. شغال. هقول لك ليه لازم طيب نعمل بقى الوقت ده كله. ده كده بعد شهر واحد بس، بعد شهر واحد؟ ده لا كل يعني دول فترة جايين لي عاملين ايه فترة على لا كرسي متحرك ما تعتبر فيش فترة حاجه. قصيرة كشهر والعيان برضو. اللي فات اللي هو اللي قلت لك عليه، العيان التاني ده برضو جاي بعد شهر واحد من العلاج، اللي هو قدر العيان يمشي بعد شهر واحد قدر وقف. يمشي. ولو احنا جرينا الفيديو هتشوفوه وهو ماشي. هنشوف فيديوهات، كذا فيديو دكتور هتبين. ده يعني حتى مش حتى ماشي مساعدة خفيفة. بالمشاية. لا حتى اللي بيساعد مساعدة بسيطة بس. ده اللي احنا لسه في اول شهر، احنا طب المفروض قولي لي يا دكتور بنكمل. ليه بقى 6 8 ساعات بصي يوميا؟ بقى ده مش بيبقى ارهاق؟ يعني لا احنا نقول هقول لك مثلا ليه، ما هو يعني ده الفرق بقى بين كرياضة، العلاج الطبيعي من الرياضة الحاجة. ما ينفعش الواحد يعني يعمل اجهاد للعضلة، ده ما يبقاش هشرح اجهاد لك بقى برضو لكل حاجة 6 8 ساعات. 6 ساعات بقى دول هنعمل فيهم ايه. بصي اولا ليه بنعمل 6 ساعات؟ في حاجة اسمها الموتور ري ليرنينج او البرمجة العصبية داخل المخ. ازاي ده بيحصل؟ البرمجة العصبية لما بنشتغل كرسي مكثف. بصي البنوتة دي عندي برضو. عندها كام سنة يا دكتور؟ دي في ال30. 30. نفس المشكلة، شلل رباعي، شلل النصف في الرجلتين، شلل عندها نصفي مشلولين. بصي ما الاتنين. شاء الله. لا ما شاء الله دي ما كانتش تتحرك خالص برضو يا دكتور مفيش حد بيجيلي بيتحرك، بقولك كلهم بيبقوا قاضيين نهائي. على الامل اللي جواهم. كله يا عيني جاي، سبحان الله بجد. كلهم طبعا. جايين. حتى طب انت وقفتي قبل كده؟ لا. حد مشيك يا بنتي؟ لا يا استاذ مفيش طبعا حد عندنا طبعا. بيمشي كله جاي فاقد الامل. لا قالوا لهم دي اقعدوا في لا البيت، رسالة الموضوع ده أمل ما كبيرة بيتعالجش. يا دكتور، ورسالة فرحة، كلهم بيقولوا لهم بصي الموضوع وإن ده ما الواحد هيبقى عنده بيتعالجش. أمل كبير إن بعد ما إنهم بقالهم سنين فقدوا بصي الأمل هي ماشيه دلوقتي لوحدها خلاص. وفقدوا الإحساس وفقدوا الدكتور حاجات سابها كتيرة. مستنيتها.
بصي هي ماشيه لوحدها، الدكتور سايبها بس كده، مش ده بعد قد ايه برضه يا دكتور؟ دي كل دول شهر التصوير ده، بعد شهر ما ما شاء بخلص الله. الشهر الاولاني. طب قولي لي يا دكتور، بالنسبة نكمل ايه الست للمدة بقى ساعات 6 ساعات، يعني طيب بصي بقى، في المكان نظريه بيبقى في المخ، عبارة عن ايه يعني؟ برضو يعني هشرح لك نوصف برضو المكان اللي هشرح هنقضي عليه لك 6 8 ساعات. هشرح لك كل حاجه. بصي يا حبيبه قلبي، بصي اول حاجه عندنا، اول غلطه بيدخلوا فيها العيانين، يا اما بيحصل اهمال بسبب الكلام اللي اتقال لهم، ما بيتعالجوش خلاص خالص. بفقدوا الامل في الحياه اصلا، في ان يا هم اما بياخدوا علاج يعيشوا. طبيعي ممكن غلط وده ناس الاخطر يوصلوا للدرجه دي طبعا. طبعا، يا اما بيبقوا ياخدوا علاج طبيعي غلط، اللي هو يجيبوا دكتور في البيت يعمل لهم ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه الا ربع ولا ساعه وربع كل يوم، او يوم بعد يوم. اصلا ايه احنا ليه بنعمل كده؟ عشان كتر التدريب فترات طويله بيعمل ايه؟ بيخلي المخ يحفظ الحركه، بيخلي المخ يستعيد يحفظ الحركه تاني، ويعمل اتصال ما بين المخ والاعصاب والعضلات. ازاي؟ عن طريق حاجه نظريه اسمها نيورال بلاستيستي. يعني ايه نيورال بلاستيستي؟ ودي نظريه علميه ايوه. مثبته في كل الابحاث وفي كل الكتب العلميه، الكلام اللي احنا بنقوله ده. اول حاجه في النيورال بلاستيستي دي، انه في حاجه اسمها المواصلات العصبيه، لما تمام. بنشتغل كتير وبنشتغل كمان بدري بتبقى افضل، كل ما يكون وفترات بدري طبعا طويله صحيح. وفترات طويله عشان كده بنعمل علاج مكثف. ايه اللي بيحصل؟ الموصلات العصبيه دي، يا اما كميه الموصلات العصبيه تزيد، اللي بتفرز تزيد فتديني حركه ويبدا العيان ممكن يتحرك، الموصلات العصبية تزيد عند أي تزيد حد طبيعي عموما طبعا يا دكتور طبعا حتى؟ لما بعد الاصابه، لما يحصل له اصابه، دي يعني دي من عند ربنا. بس امتى تزيد؟ لما يحصل علاج صح، ياخد علاج صح يعني بس لو حد عنده إصابة، الموصلات العصبية اللي فقدت ممكن تتعوض. بالظبط تزيد، او الكفاءه بتاعت السينابسس. ايه هو الساينابسس؟ السينابسس دي اللي هي بيخرج منها اللي هو الإشارة؟ النيورو ترانسميترز، اللي هي الموصلات العصبيه زي الاسيتايلكولينز والحاجات دي، يا اما كفاءتها تزيد يا اما الماده كميتها تزيد. ففي الحالتين مفيدة للحالة، يعني هتأدي لنتائج بالظبط كويسة بالظبط، عموما. يا اما يتغير حاجه اسمها تشينج في السيل ستراكشر، التركيب الخلوي يتغير بحيث ان هو يبقى كفاءته احسن وتقدر تعوض الاصابه اللي حصلت. يا اما بيحصل حاجه اسمها نيرف سبراوتنج، النيرف يعني عصب، الاعصاب تبدا تدي كانها شجره وبتدي فروع جديده. يا اما في سبحان الله في اي خليه عصبيه، خلايا سايلنت ملهاش وظيفه، بتبدا الخلايا دي تاخد وظيفه الخلايا المصابه. يعني كأنها حاجات كلها طبيعية موجودة في الجسم، بنعوض يا إما بالظبط، الحاجات يا اما الناقصة حاجه اسمها سير ري وتزيد. اورجانيزيشن. يعني ايه سير ري اورجانيزيشن؟ شوفي كل ست ده، حاجات. كل الحاجات دي اللي حضرتك قلتيها، وأكيد في حاجات تانية، دي كل ده اللي بيحصل في خلال 6 أو 8 ساعات عن طريق الأجهزة وعن عن طريق طريق بقى ايه الجلسات المكثفه، ست أيوه. ساعات بنحفز النيورال بلاستيستي دي، اللي هي اعاده بتبقى استرجاع إيه بقى، الخلايا. أجهزة ولا أدوية الاثنين، برضو؟ تمارين، تمارين تمارين، واجهزه، يعني ما بين الاجهزه وما بين أدوية التمارين، بتحفز أكتر، بتعمل وتنشيط تحفيز للنخاع، تحفيز للحاجة. للنخاع الشوكي والخلايا الجذعيه، وحاجه للالتهاب بتتحط على النخاع الشوكي نفسه، هو وحاجه مع الشر بتشيل الالتهاب الالتصاقات. بيفضل مستمر يا دكتور؟ طبعا بيحصل تليف حوالين النخاع الشوكي، فاحنا خلاص. بنعمل الاستقطاب، الجهاز بتاع الامريكي اللي هو بتاع استقطاب العيون الخليه ده، بيعمل ايه؟ بيدخل بيشيل المواد دي تليفات. علشان كده. وفي ناس برضو بيبقى عندهم حاجه اسمها سباستيستي، تصلب عضلي، تلاقي العضلات الضمه دي فيها تيبس جامد، فيجي العيان يقف، تقوم اجي اوقفه رجليه تقوم عامله كده. فده دي بقى نتيجة ايه برضو؟ اصابات النخاع الشوكي يا دكتور؟ بيحصل حاجه بس دي اسمها، نتيجة اصابة، هل ليها في علاقة حاجه اسمها، بحوادث ولا ليها لا علاقة بايه؟ هقول لك حاجه، فيها بدي هو نوع الاصابه ده بيدي حاجه اسمها ابر موتور نيرون ليجن. ابر موتور نيرون ليجن بيحصل فيه العضله التون بتاعها بيعلى فتتيبس جامد. دي برضو بس ده نتيجة ايه؟ سببه بندخل ايه يا مواد دكتور؟ ما هياش بوتوكس نتيجه الاصابه اللي حصلت في النخاع الشوكي. نتيجة اصابة النخاع الشوكي. فهمتيني؟ فده بيعمل تيبس في العضلات. برضو دي برضو بنحقن الجهاز بالدواء، برضو بيعمل بيشيل التيبس ده،
بس ما هواش بوتوكس، لان البوتوكس ضار جدا للعضله وبيزود التيبس اكتر، والعيان زي بيبقى بيضعف بيحتاج العضلة، ما كميات هو ده بوظيفة البوتوكس ان هو يضعف العضلة يضعف العضله فيخلي التعبيرات اللا ويزود إرادية اللي التيبس، بتحصل التيبس يزيد بزياده، فيزيد. بالظبط فيزيد بزياده بعد فيزيد، كده كل ما مفعول البوتوكس يخلص، مش عارفه ان هو بيخلص ايوه طبعا طبعا، وترجعي تجددي وترجع تاني، الحقني مرة تانية. فبيبقى سيء جدا. لا احنا بنحقن المواد حاجات اللي هي ايه، بتخلي العضلات تبقى مستريحه وبتشيل التيبس منها، بس ما تبقاش بوتوكس. بتعمل استرخاء للعضلات. استرخاء للعضلات المتيبسه بحيث ان هي ترجع للنورمال تون. تمام. الحاجه التانيه، يبقى احنا عملنا بتاع حقن الجلسات النخاع والأجهزة الشوكي بالجهاز والحقن التأيون وحقن العضلات المتيبسه لو في تيبس، وهنبدا نعمل حاجه اسمها ري انفورسمنت. يعني ايه ري انفورسمنت؟ يعني بدعم الجزء المصاب، ما هو في اجزاء اتصابت خالص، فاحنا سبحان الله من لطف ربنا لينا وعلينا انه في حاجه اسمها تراكت بيبقى ماشي فيه الاعصاب، في التراكت اللي شايل الاعصاب بتاع الاحساس غير اللي شايل ايه الحركة. الاعصاب بتاعه الحركه. بصي عشان كده احنا بنقول ايه، ان احنا نروح في مكان متخصص وحد علاج طبيعي متخصص مخ واعصاب ده مهم مهم جدا. جدا، شفتي وفي الشرح أي بانت حاجة ازاي؟ ليها علاقة بالمخ والأعصاب، لأن ده تخصص دقيق جدا العلاج الطبيعي وليه لامراض المخ علاقة زي ما والاعصاب. حضرتك قلتي بالحركة بصي كل حاجه بالإحساس بالظبط كده، بكل حاجة فعلا. فاللي مش فاهم مش طبعا هيبقى عارف الحته لازم، اللي احنا ما بنتكلم فيها ينفعش دي. نروح لأي حد وخلاص طبعا. بالظبط كده. التراكت بقى اللي هو بتاع الاحساس غير بتاع الحركه، فده هيفيدني في ايه؟ ان انا هبقى عارفه انا مش مستنيه الاحساس يرجع، لا انا بوقف العيان قبل ما الاحساس بتاعه يرجع. ايه الفرق يا دكتور؟ يعني ليه ما اكيد ده العيان ماشي في تراكت وده ماشي في تراكت، طبعا فحتى لو العيان مش ما حاسس ينفعش برجله ممكن يقف. ازاي؟ يا اما ان انا بعمل ري انفورسمنت عن طريق بدعم الجزء لان السفلي. عودة الاحساس مرة تانية هيساعد في العلاج بتهيألي يا دكتور، يعني صح؟ طبعا، بس انا اقصد ايه، فرضا الاحساس هياخد 9 شهور اكتر وجزء ان هيرجع الاحساس وجزء يرجع، مش بياخد هيرجع. عموما رجوع الاحساس بياخد وقت اطول من الحركة، بالظبط الحركة بترجع اسرع. الحركه المفروض ترجع اصلا. انا بقى بعمل ايه بقى؟ بعمل ري انفورسمنت، بدي تدعيم من العضلات القويه للعضلات الضعيفه. في ناس بيبقى الجزء اللي فوق كله بيبقى شغال كويس، بدي ري انفورسمنت منه فعضلاتهم بتبقى في كويسة. عضلاتهم، فبستخدمه في التحميل ان انا احمل بيه على العضلات اللي ضعفت او ازاي ده؟ العضلات اللي عن طريق حصلت. أجهزة ولا عن طريق، شفنا في المصاب اللي كان او المريض اللي كان المريض الاولاني، يا ريت الاولاني. نجيب النص التاني من الفيديو نوريه للناس. يا ريت لو ممكن مرة تانية. بقول لك فهو كان بيعمل كده يقدر زي يقوم يحمل بايده كده ضغط، زي بضغط وهو واقف. ويقوم، فحتى لو الرجل تحت العضلات في جزء ما رجعش فيها، عن طريق ان احنا قوينا العضلات بتاعه الايد فيحمل قوي على ايده ويحمل قوي بالجزء اللي فوق فيقدر يمشي. احنا عندنا انواع من المشي كتيره قوي بنمشيها للعيان ده، سواء تعتمد بالمشاية. حسب الحالة يا دكتور، يعني حتى الأجهزة اللي بيستخدموها، مش بس المشاية اللي دايما بنشوفها عامة، المشاية حتى مع والعكاز كبار السن. والجباير وأجهزة، في جهاز ممكن يتركب يساعد العيان، وفي أحزمة زي الحزام اللي البنوتة كانت حاطاه على ظهرها، في حاجات كتير قوي ممكن تساعدني والعيان ده يتحرك وتقوم وتتحرك في البيت، ولو عندها ولاد او لو حد، لانه القعده دي قاتله ممكن طبعا تسبب طبعا، قرح اذا فراش. قاتلة للبني ادم الطبيعي. لو قاتله قعدنا البني ادم الطبيعي. انتظار مدة طويلة بنزهق. تخيلي دكتور، دول بقالهم سنين بالظبط فقدوا الامل، فاكيد ده حاجة حضرتك بتبني حياة جديدة وامل جديد لمريض طبعا فقد الامل لمدة طويلة جدا. طبعا. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل ري انفورسمنت من العضلات دي. العضلات بقى اللي مش جايبه خالص بنبدا نلبس جبيره للعضلات اللي مش شغاله بحيث تتصلب كانها شغاله. جبيرة زي بتاعة اجهزه الكسر جهاز، يا دكتور، لا ولا زي جبيرة مخصصة بقى بتبقى حاجه للحاجات دي؟ مصنعه مخصوص تديني تعوض الجزء اللي حصل بس فيه تعمل نفس الوظيفة اللي هي دم، بتثبت بتثبت الرجل، بتشد الرجل بدل ايوه. العضله اللي مش راضيه تشتغل. يعني حتى العضله اللي مش بترجع ليها حل. مفيش حاجه اسمها انا عايزه يا جماعه نجيب النص التاني، احنا شفنا النص الاولاني. يا ريت لو بالفيديو. ينفع نجري الفيديو، هنحاول، يا ريت. لو اتفضل. ينفع نجريه كده نبقى في نصه مثلا. هيحاول يا دكتور، اتفضلي. فالجبيرة دي بتتحط برضو يا دكتور ان هي تثبت العضلة، عشان بعد كده الايه يعني ايه فايدة؟ تثبت العضله فالعضله تتشد. بصي العيان ده لابسها،
شايفاه اللي تحت اللي في رجله دي. فانا كده شدت له ايه القدم اللي كان فيها فده سقوطه هيساعد، اتشدد. القدم اللي فيها سقوطه هيساعد في ايه؟ ان اتشدد هو هيسهله الحركة بدل اسرع، ما الرجل مرخيه، لا الرجل ايه، ثابتة. الرجل اتثبتت، ما هي فالرجل رجلي الدعامه، فبعد كده يعرف يمشي. احنا عندنا بقى انواع من المشي بنعلمها للعيان، في حاجه اسمها ثرو جيت اللي هو يحرك المشايه او العكاز ويمشي قدامها، ينط كده قدامها و ينط 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 بجسمه اللي فوق، فاهماني؟ وفي والله حاجه اسمها تو جيت اللي هو بي بي دي بي طريقة مشي معينة عشان يتحسن المشي عشان بتاعه. نرجع له المشي تاني. ما بقولك ما بقاش في حاجه اسمها ان العيان ما يمشيش، نهائيا، بغض النظر يا دكتور ايه الإصابة، ايه اللي ما حصل، فيش ايه حاجه اسمها عيان ما يمشيش. انتش كل دول جايين يعني انا بخليك تقوليها مرة تانية لان الجملة دي عجباني جدا، مفيش عيان مش ما هو انا بيمشيش، بصي، ما هو وده انا امل كبير ما هو جدا احنا يعني. عارضين فيديوهات. انا عايزه اقول لك ان احنا مثلا عندنا يجي 40 فيديو بالشكل ده، فبس مش هينفع اجيب 40 فيديو، لا فجبت طبعا. 30 ايه فيديو زي الناس اللي انتوا شايفينها. ده الراجل ده انا بحب اجيب الفيديو بتاعه عشان كان راجل كبير، اللي هو الراجل وانا الكبير اللي نفسي شفنا كنت الفيديو خايفه اللي شفناه. وكنت خايفه، بس قلت حرام احرم عيان من امل واقول له لا، اهو ماشي وماشي بعصايه. طب ودلوقتي بقى خلاص ماشي بايه بقى؟ بخال ما لا بعصايه ولا اي حاجه، ولا لا يعني احنا طبعا للامان ده بعد حضرتك الفيديو اللي شفناه بقاله شهر ده. طيب المفروض بعد شهر العيان بقى بقى ايه بيقعد التحسن بقى، اللي بيحصل له اكتر؟ احنا بقى المفروض العيان بيقعد من شهر اقل حاجه لحد الاقصى 6 شهور، والعلاج من لازم شهر يكون 6 شهور يا دكتور، والعلاج لازم يعني يكون انا مكثف. توقعت ما هو 6 8 ساعات يوميا، ده حاجة هما بيقعدوا مكثفة يعملوا العلاج مكثفة الطبيعي ده، بيفضلوا يعملوه طول طول اليوم. عمرهم وما بيمشوش. في اماكن تانية حاضر اكيد. بيقعدوا يعملوه طول عمرهم وما بيمشوش. شوفي بقى لما تاخد علاج طبيعي بقى صح، شهر 2 3 وبعد كده تبدأ تتحرك، هيبقى احسن ولا مش احسن؟ تبصي الديفورميتي اللي في رجله، طبعا بصي طبعا. لا رجليه طالعه لبره، مأثر على كل حاجة. ومع ذلك مشي برضه. بيمشي. شفتي يعني، شايفه ده وفي بالظبط اللي هو زي حضرتك اللي مؤسسه تاخير، تثبيت الرجل، اللي هو الدعامات دي. الدعامات موجود. بقولك الدعامات دي بتستخدم لكل الحالات دكتور، لتثبيت الرجل عشان تساعد على المشي. بالظبط كده. كل ما احنا الحالات. بنساعده بقى العضله اللي مش واصل لها سبلاي، بنشوف لها طيب بس زي بعد كده دعامه. يا دكتور ايه يعني؟ ايه يعني خلاص دلوقتي احنا شايفينه ده شهر، ان هو هل يقدر يمشي طبيعي كل طبعا والرجل تبقى مش مسترخية، ما فيهاش بصي هقول لك على استرخاء، حاجه، وبتبقى على ايه حسب النتيجة الاصابه. يعني؟ النتيجة النهائية بتبقى ايه؟ بصي النتيجه النهائيه، يا اما العيان بيمشي بعكاز يا اما عكاز. بعصايه زي كده، والرجل بتبقى مرتخية ما زالت ولا بتبقى حتى لو فيها ارتخاء بنلبس الدعامه دي وتبقى جوه البنطلون وجوه الهدوم فبتبقى ومش شكلها باينه مش خالص، باينة. صحيح. تمام؟ يعني سواء بس العيان على الأقل بيلبس قادر بقى يتحرك، او يروح وقادر يتحرك. يساعد نفسه حتى لو حد اهو سنه بصي هنا كبير، أو العيانه حتى لو بتمشي حد تعبان، بس على الأقل يقدر يساعد نفسه. بالظبط طبعا كده. طبعا. طيب كنا بقى بنقول نكمل العلاج. أيوه. احنا بقى ايه، ليه بقى أنت قلت في أنواع العيان من المشي وفي أنواع في من ال انواع من المشي بالظبط. اللي هو العيان بيمشي يا اما زي ما قلنا كده العكاز قدامه وهو ياخد خطوتين عن طريق ان هو يبقى يا اما على نفس مستوى العكاز او المشاية، يا اما بقى قدامها، يا اما اللي هو يبدل عكاز وخطوة عكاز وخطوة بالتبادل، دول اسمهم 4 بوينت جيت، يا اما عكاز وخطوه في نفس الوقت، دي اسمها 2 بوينت جيت. في كذا نوع من المشي، وبنعلم العيانه عارفه كمان لدرجه ايه، بنعلمه طب انت لو حصل لاي سبب فقدت الالتزام بتاعك هتقع، بنعلمه ازاي اكيد بيبقى بيتعلم ازاي يقدر انه يتعامل مع اي موقف يحصل له ازاي يرمي لو العكازات بعيد حصل، عنه لو هو ماسك بحيث مشايه ان هو يمسك اللي فيها. يقدر، هو اللي بيقدر يساعد نفسه في كل حاجة، بالظبط محدش يساعده. بالظبط كده، وازاي يمشي يشيلهم بعيد عنه، وازاي نعلمه طريقة كده ان هو يقوم يقف تاني. طب كل ده والمرحلة اتحسنت يا دكتور، ده الجزء الحركي، الجزء الإحساسي بقى، والجزء ان هو التبول والإخراج والحاجات دي برضو بيحصل فيها نتائج كويسة ولا بصي بقى احنا في بيحصل فيها الاول ايه؟ لان الجلسة طويلة جدا، بنركز الاول على الجزء بتاع الحركة، ده بتهيألي ده أهم حاجة ده في ان هو البداية. يتحرك ده الاساس، لانه
الجلسة بتاعت التبول هتديه امل كبير لبقيه الحاجات اللي هو هيقدر ان هو يستحمل 6 8 ساعات يوميا بالظبط بالظبط كده. لمده بالنسبة طويله بقى. للتبول بقى والتبرز، دي برضو بيتعمل عليها كورس مكثف، بس انا ما بعرفش اعمل الاتنين مع بعض، لان الجلسة 6 8 ساعات للحركة مش والتانية حوالي مش 4 ساعات، مفيش وقت لحاجات فما تانية. اقدرش اعملهم الاتنين مع بعض. بس العيانين اللي عملوها بدأوا يبقى في تحكم، او على الاقل بيحسوا بالبول قبل ما يجي. في ناس منهم دخلت الحمام، وفي ناس لما بتحس بانه المثانه اتملت بتعمل بتأثر نفسها، بتعمل نفسها قسطره تفضي المثانه ويعني تفضيها وتعمل. وفي تمام. ناس منهم اتعلموا لما بدأ يبقى في احساس وكنترول على العضله، فبدأوا مثلا ايه، هو عايز في براز اتجمع بنديله ميعاد معين، بياخد فيه لبوس معين مع التدريبات اللي احنا بنعلمها له، وبيفضي البطن بتاعته، وبيفضي البراز مرة في اليوم او كل يومين او كل 3 ايام، على حسب ما احنا ايه بندرب العيان، كل واحد على حسب ايه الحالة بتاعته. ايوه. طيب بالنسبه اذا العيان ده بقى الجزء ايه، الحركي يا دكتور. طب الجزء الاحساس والشعور والحاجات دي هل جلساتها بتختلف؟ بصي بقى، الاحساس ساعات بيرجع، وساعات زي اللي فيه عضلات ما بتشتغلش فبنحط لها الدعامات. احنا كده كده ما بنستناش والدعامات دي بتبقى اللي هي حاجه بسيطه. الجباير، اللي هي زي الجباير بلاستيك الدعامات. اللي هما ايه ايوه. لابسينها، فاحنا ما بنستناش الاحساس ان هو يرجع. عايزه بقى سؤال مهم، هو ازاي بيحصل البرمجه دي؟ عايزه ادي بس ايه مثال صغير. هو احنا، انا مثلا دلوقتي جاي عايز اعلمك ايه اسباني مثلا، انتي ما تعرفيش اللغه الاسبانيه ايوه. خالص، فليه بنفهم الناس احنا ليه بنعمل 6 ل 8 ساعات، وليه طريقه الشغل، وليه بنحفز النخاع الشوكي عن طريق جهاز التأيون والتنشيط الخلايا، وليه بنعمل طريقه العلاج بالشكل ده في حالات الشلل وحالات المخ والاعصاب بتاعه بالشكل عام، وحالات اصابات النخاع الشوكي. لو انا مثلا دلوقتي عايزه ادخلك لغه انتي ما تعرفيهاش، في ناس بتفضل تتعلم لغات مثلا 12 فترة. سنه، فترة طويلة. فاهماني؟ طبعا. طب ايه رأيك بقى انا هعلمك اللغة دي، هقعد معاكي كل يوم 6 ساعات، هتلاقي نفسك في خلال 2 3 شهر رميتي كل حاجة بس عن هي اللغة النقطة، وبتعرفي هي تتكلميها. النقطة يا دكتور، يعني معمولا 6 أو 8 ساعات، حضرتك قلتي ما بين 6 أو 8 ساعات، برضو بتبقى مدة طويلة. المريض العيان نفسه بقى ما ما بيبقاش ما بيحسش بيحسش بيها ليه؟ بملل أو تعب أو لا مش هقول لك قادر بقى، لأن أكمل الموضوع أو ما يبقى ما بين ايه؟ التمارين بشكل معين، تدريب على المشي، أجهزة في النص فبيريح، هو نايم بس عضلاته شغالة بأجهزة عندنا، مش طول بنعالج الوقت العضلات، حركة وتمارين بنعالج معينة. العضلات اللي فيها تيبس أو تصلب عضلي. في حاجات بتبقى حسب بأجهزة، الحالة. وفي حالات وحاجات بتبقى بتمارين ومجهود، فهو الجلسة بتبقى ما بين الاتنين. فهو هو حتى لو هو نايم احنا مشغلين له عضلاته في الوقت ده، وعمالة توصل إشارات للمخ إن العضلة بتشتغل، فبتوصل له الحركة حتى لو هي بقت حتى مفقودة. لو مش بيتحرك. بالظبط كده. والاجهزه دي فعلا يا دكتور بتجيب نتائج، يعني يعني احنا دايما بنقول عشان العضله تتحسن وتقوى لازم في حركه، ده احنا مع بنعمل الرياضه. الاتنين. فلا انا قصدي دور الاجهزه اللي هي بدون الحركه، ان فعلا الاجهزه دي بتخلي العضلات تتحرك، هتدي طبعا. نفس النتائج ما انت الحركه بتعملي الطبيعيه. الاتنين، انت بتعملي تنبيه وبتعملي تدريب بشكل صح، لانه في ناس ساعات بتدرب عضلة، احنا في عضلات لازم اصلا. الاثنين، لازم الاثنين، ما ينفعش بس اعمل تنبيه وما اعملش ايوه، لازم الاثنين اعمل مع بعض. التدريب على المشي، ولازم اعمل تدريب على الوقوف، ولازم اعمل ده مجهود شهر عشان اوصل للحاله دي. ده كلهم جايين على كراسي متحركه ما اتحركوش بقالهم، يعني طبعا كل ما بدانا بدري كل ما نظريه انه الخلايا يعاد بنائها ويعاد تكوينها يعني احسن من الاول. الناس اللي اكيد. بتتاخر بيحصل لهم مشكلتين لا كبار. وخاصة كمان مع لو حتى سنه كبير، يعني في طبعا. الفيديو الاولاني اكيد ده بقاله فترة طويلة فقد الامل وسنه كبير، مش هيبقى عنده خلاص الحافز ان هو يحاول، بالظبط. لكن دي خليته طبعا ان هو يمشي بالطريقة دي بعد سن طويل طبعا. بالظبط كده. الناس بقى اللي بتتأخر بيحصل لهم مشكلتين، ايه هما المشكلتين؟ المشكلة الأولى انه العضلات اللي هي فيها مشكلة، تمام، ممكن يحصل فيها تشوهات، والمفاصل اللي فيها مشاكل. يعني مثلا في ناس شفتهم حصل لهم تشوه ان الركبة التانية ومش راضية تتفرد،
وبنقدر نصلحها يا دكتور بالعلاج الطبيعي، بترجع مرة اه تانية. طبعا، بس احنا هو لو كان بدأ بدري ما كان مش هو ما هنوصل كناش وصلنا للمرحلة دي يمكن أكيد. للمرحلة دي. احنا بنقول الناس اللي اتأخرت المشاكل اللي ممكن أكيد يوصلوا لها، ممكن بيدخلوا في قرح فراش ونفضل نعالج القرحة دي القرح وقت قد ايه. الفراش احنا عندنا طبعا. أجهزة لعلاج القرح، فنفضل نعالج الأجهزة دي بطرق معينة هي قرح الفراش بتبقى حاجة كمان مؤلمة، جدا بتبقى مش بس جدا، كشكل، وبيدخل في بتبقى سخونية وحاجات مؤلمة جدا. التهاب، التهاب عين ممكن يدخلني، وعلاجها سهل يا دكتور، مش بتاخد هذا مثلا. وقت. بتاخد وقت، عندنا أجهزة تاخد تسيب وقت قد ايه؟ بتعليقها بس على حسب حجم القرحة، يعني في ناس بتاخد معانا شهر، وفي ناس ممكن نقعد شهرين ثلاثة في علاج قرحة واحدة، وفي ناس ممكن ناخد أسبوعين. فبرضه في علاج القرح دي تمام، دي يبقى ممكن يحصل تشوهات في المفاصل، ممكن يحصل قرح تمام، كل ده للناس اللي اتأخرت. وفي بقى مشكلة كبيرة بلاقيها للناس اللي اتأخرت، الجزء السليم بيحصل له حاجة اسمها ديسيوز اتروفي، يعني العضو الذي ما لا احنا قلنا يستخدم كل يضمر، قلنا يا دكتور ان هو كل ما يبتدي بدري كل ما كل ما تبقى بيكون النتيجة بتبقى افضل واسرع كمان، متهيألي بالظبط يا دكتور. كده. بس ما نتأخر ايه ايه يعني، هل مثلا لو حد اتأخر 10 سنين او اطول، زي ما الفيديو اللي كان الشخص اللي هو سنه كبير اكيد برضو قعد مدة طويلة يا دكتور لا دي، ده ما بس قعدش برضو كتير، حد ده جه بدري، جه والله الإصابة حصلت حصلت وهو الحادثة بقى. كبير، بس فرضا يا دكتور لو حد ما قعد مدة طويلة سنه هيكون عنده طبعا كومبليكيشن هيبقى اللي عنده هي المضاعفات مضاعفات، اللي احنا بس شرحناها، هيقدر يمشي برضو بس بناخد وقت أطول. أطول. يعني ما احنا قلنا من شهر يعني لست النتيجة بس شهور ليه ست، من شهر وستة، ما هو على حسب ده بدأ امتى وده بدأ أكيد. امتى وده بدأ امتى، فاهمة قصدي؟ يعني حتى مهما طالت المدة يا دكتور والمضاعفات ما زال في أمل إن احنا بالظبط برضو كده، نمشي. بالظبط. طيب ده بالنسبة قلت بالنسبة للإخراج والتبول يا دكتور، التصرف معاه بيبقى إزاي؟ ده من نتيجة حسب كل مريض في بعد ما بنخلص البرنامج بتاع الحركة بنبدأ بيبقى تمارين برضو، بيبقى إيه؟ تمارين وأجهزة لتقوية المثانة وتقوية عضلات الشرج، بنعمل التمارين دي بحيث إن هي تقوي العضلات بتاعة المثانة وعضلات الشرج. بس دي برضو يا دكتور هتاخد وقت قد ايه؟ يعني حضرتك قلتي ان احنا الحركة من شهر 6 شهور تقريبا نفس الاحسن. العضلات هتاخد نفس الوقت برضو، على حسب كل حاجة، على حسب الإصابة والوقت اللي بدأنا فيه. كل ما بدأت بدري كل ما النتائج بتبقى معاكي أفضل وأسرع. لا ما بنبدأ متأخر الوزن بتاع العيان ممكن يزيد، بندخل في تيبسات مفاصل، بندخل في مشاكل أكتر. طبعا. طب استاذنك يا دكتور معانا اتصال. ليلى مساء الخير يا مساء فندم، الخير، ازاي اهلا حضرتك؟ بحضرتك، اهلا بيك، اتفضلي. أنا أشكركم على الحلقة الجميلة دي وأشكر على الأدب الناس اللي بيرد علينا. الله يخليكي، شكرا يا أنا أنا والله اتفضلي. بنت خالتي كانت عاملة حادثة بس نخاع الشوكي اتقطع نهائي، فهي قاعدة على كرسي، فهل في أمل للنخاع اللي يكون طيب مقطوع ده ليكي ولا اسئله صعب؟ ليها يا دكتور؟ ليكي اسئله ليها يا دكتور؟ لا خلاص تمام خلاص، خلاص الف سلامه عليها، شكرا شكرا. شكرا يا فندم. عدى عليها قد ايه طيب يا ليلى لو اتصال لسه لا معانا؟ بقالها كتير، بقالها 14 سنة وعندها كام سنة؟ دلوقتي، 35. ما اتحركتش ولا وقفت ولا مشيت خالص، لا لا زي قاعدة ما على انتوا الكرسي شايفين بس، عيانين كده. قاعدة على الكرسي كده. تمام حاضر النخاع مقطوع حضرتك، من حاضر حادثة جامدة بالعربية قطعت النخاع. حاضر، ارد عليكي حاجة. ألف سلامة شكرا يا عليها، فندم، شكرا شكرا. ميرسي ميرسي، حاضر، شكرا. شكرا، مع السلامة. قطع النخاع يا دكتور برضو هل ممكن بيبقى نجيب، فيه أمل؟ ممكن نجيب نستأذنهم بس نجيب الفيديو الأولاني ونسيبه شغال لحد ما يشوفوا العيان وهو ماشي. لأن دي نفس الحالة، قطع في تمام، النخاع في ولا؟ قطع بس خلوا الفيديو شغال واحنا بنتكلم وبنشرح كده لو الحادثة. هيقدروا هيعملوا يا دكتور. طيب قطع النخاع يا دكتور، القطع هل بيبقى فيه مثلا قطع بسيط، قطع في قطع يعني في كامل، درجات للقطع؟ في قطع كامل وفي قطع وكله عموما جزئي. ده نتيجة بالظبط حادثة أو طبعا، خبطة دي بقى أو بقالها وقعة؟ كتير، هندخل بقى في المشكلة العضلات اللي حصل فيها تيبس، أكيد العضلات مضاعفات. المضاعفات بقى، فلازم طبعا بتيجي نعمل، يعني لازم نعمل لها تقييم، تقييم كويس جدا، ونشوف هل يعني مثلا اذا هي بتقدر تقعد، اذا هي بتقدر طريقة استخدامها ايه لعضلاتها الحالة اللي وصلت لها طبعا دلوقتي بعد السنين دي بعد كلها، السن دي. التشوهات بس اللي هي عندها في برضو المفاصل. 35 سنة يا دكتور، ده ما يساعدش يعني، صغيرة لسه. ده ما هي بقالها هل كتير ما بتتحركش، فلازم اشوفها التشوهات دي شكلها ايه، هل العظم ده اتثبت، يعني في ناس مثلا ركبتها اتنت وخلاص
في حد بقدر افرد ركبته. يعني كان في بنت من السودان، وحتى عملوا لنا تكريم من دولة السودان ساعتها، قدرنا نفرد رجليها والبنت دي اتعالجت ومشيت ودخلت كلية كان طب قطع قطع بالمناسبة. برضه كمان يا دكتور، ما شاء الله. طب ده كان قطع برضه، ده كان قطع في النخاع. لا دي كانت سخونية وعملت التهاب في النخاع الشوكي اللي هي السخونية، ممكن السخونية حصل سخونية بقى. نتيجة حاجة معينة يا دكتور مرة يعني، ولا يعني عشان ما نقولش ما تخوفش الناس أي لا سخونية. خايفه من السخونيه، خافوا من السخونيه، واللي ابنه يسخن فعلا او بنته تسخن على بصي طول. في التلج وفي ميه ساقعه وبالتدريج عشان ما يحصلش شوك، بالتدريج، وخافوا من السخونيه. طب قولينا ازاي يعني، طبعا السخونية اللي فيه بصوا خافض اولا درجه للحرارة، الحراره ما بتنزلش لان النقطة دي مهمة جدا، لان فعلا في ناس لا انا ما السخونية ينفعش اقول لحد ما يخافش من السخونيه، لا خافوا من السخونيه لان سخونية انا نتيجة اي حاجة تخصصي بقى، انفلونزا، تخصصي مخ واعصاب، فشفت يعني حاجات وحشه جدا، فاللي هو انا لا التهابات، اكرهوا يا جماعه. بغض النظر بقى في اي مكان. اللي عنده حد يجيله سخونيه يا جماعه خطر جدا على المخ، وخطر جدا على الـ على طبعا الـ على طبعا. الخلايا بتاعه المخ وبتاعه النخاع الشوكي، ممكن يحصل اصابات فظيعه وممكن تؤدي الى شلل. فلو سمحتوا خافوا من السخونيه. الطريقه الصح ان احنا لأن الحرارة نعمل بتأثر كمادات على ساقعه، المخ. طبعا تعمل كمادات ساقعه، وبعد بس درجة الكمادات حرارة الساقعه معينة برضه عشان ما ميه نخوف. ايه، درجة لا حرارة خاف، كام؟ لا لا قصدي خافوا خافوا اول ما حد يبقى فيه ما نقولش سخونيه. 37 يا دكتور مش ونخاف. 37، اول ما ما ده الحراره بقول ترى فوق ال الحرارة في فوق 38. التسعة، فوق انا كنت هقول فوق 39، لا 38 انا عشان ما يقعد مستنوش لما تبقى 39، 39 ميه ساقعه عاديه وبعدين من 38 الحنفيه وبعدين ميه اسقع فترة منها، لا ساقعه، بالتدريج، انا قصدي وبعدين بالتدريج. ولحد ما نوصل لميه ساقعه خالص، وتنزل بالتدريج على المخ وعلى الجسم، وبعدين في كمادات خافض كحول برضو الحراره، يا دكتور، مع كمادات ونادي كحول. خافض الحراره. بس هو بصي المحور الاساسي ميه ساقعه، تنزلي ميه ساقعه، يصوت يعيط تنزلي ميه ساقعه. طيب معانا اتصال. صلاح، صلاح ايوه اهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل سؤال حضرتك حضرتك. انا اكلم الدكتور مثلا. سامعاك طبعا. طب اتفضل. انا عندي جلطه 3 سنين، عندي شلل نصفي نصف اليمين. جلطة في المخ؟ اه تمام، هرد على حضرتك. انا سامع البرنامج دلوقتي، انا دلوقتي تعبان اوي، 3 سنين 3 سنين. شلل نصفي اصلا معايا. حاضر، هرد ليك على أسئلة ليا حضرتك دكتور؟ حالا. ليك لا خلاص خلاص، تمام، ألف سلامة، إن شاء الله خير. شكرا يا صلاح، تابعنا، شكرا ألف يا سلامة. فندم، شكرا شكرا شكرا. شكرا. اتفضل يا دكتور. ثلاث طبعا سنين بقى وعنده شلل. جلطات المخ دي عيني بيعانوا معاناة كبرى جدا جدا. برضو نفس طب المشكلة، جلطة المخ يا دكتور امتى تسبب بشلل؟ جلطة المخ لما يعني بتحصل أكيد في جلطة على مكان. الجنب اليمين في المخ تسبب شلل نصفي في الجنب الايه الشمال والعكس، العكس. تمام. طيب دي جلطة المخ، تمام. جلطة المخ هنا برضو نفس المشكلة، هل دي ليها يعملوا أعراض علاج طبيعي مسبقة؟ قليل، ليها ساعة أعراض في اليوم. مسبقة يا دكتور؟ ليها أعراض مسبقة بنحاول من خلالها إن إحنا نقدر نلحق المريض أو هو لو المصاب جاته عشان ما يوصلش للشلل؟ الجلطة ما احنا بنتكلم، بصي ولا احنا خلاص بنتكلم الجلطة يبقى ما فيش وقت؟ خلاص، هو احنا بنتكلم انه خلاص العيان ده جات له جلطة وعملت شلل نصفي، نعمل ايه؟ أنا فاهمة يا دكتور، أنا ده سؤالي ليه علاقة بالموضوع، بس ليه عشان نلحق انت تقصدي هجاوبه حد لسه جاي له لسه حد جلطه حالا، بالظبط. بيروح طبعا مستشفى وبياخد ادويه، بيتعمل له عشان سي ما تي، يوصلش بي سي تي، اشعه مقطعيه على المخ، وبيتعمل له رنين مغناطيسي، وبنشوف الجلطه دي، وبيتعمل له حاجه اسمها انجيوجرافي، بيشوفوا الشرايين اللي ممكن يكون حصل فيها انسداد، بتعمل الاشعه دي بسرعه، وبياخدوا مذيبات للجلطه، ولو نزيف بياخدوا حاجات توقف النزيف، فكل ده هيحمي ان احنا ما نوصلش. هيقلل حجم طبعا الجلطه وهيقلل التاثير بتاعها. طب وهو يعمل ايه صلاح بحضرتك؟ اتفضل. بصي بقى المشكله بقى طبعا ليه بقى له 3 سنين وليه بيشتكي الشكوى دي، انه خد علاج طبيعي غلط، جاله حد يعمل له ساعه في اليوم، او هو راح مركز ما هوش متخصص علاج طبيعي، بس مش متخصص مخ واعصاب، فعمل له لازم المركز يبقى علاج طبيعي لامراض مخ المخ واعصاب، والاعصاب. امراض ف مش اي مركز مكتوب طبعا بس علاج طبيعي وخلاص. طبعا بس فراح لحد ما هوش متخصص، فعمل علاج ساعه ساعه في اليوم. المخ ما حصلوش نظريه النيوروبلاستيسيز اللي شرحناها ما اشتغلتش كويس، فالمخ ما حصلوش اتصال، ما حصلش اتصال تاني ما بين المخ والعضلات، ده بالعكس ممكن يدخل في حاجه اسمها نيجليكشن سيندروم، يعني المخ يهمل الجزء ده كانه مش موجود. صحيح. فالحل بقى بتاعه ايه؟ بيجي بيعمل جلسات مكثفه بتبقى 6 ساعات يوميا اللي قلنا لمده حضرتك شهر على ذكرتيها الاقل، كلها. ولو في عضلات فيها تيبس هتتحقن،
حسب عن طريق حالته جهاز هيتم التشخيص. التأيّن. استاذنك بس معانا اتصال يا دكتور. نيفين، نيفين اهلا بيكي يا نيفين، اتفضلي اهلا بحضرتك. اتفضلي. ممكن اسال طبعا الدكتوره؟ سامع حضرتك تحت امرك، شكرا. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم وعليكم السلام ورحمه السلام. الله. كان ليا استفسار حضرتك. انا حالتي مش الحالات اللي حضرتك عرضتيها، بس انا حالتي انا كنت عامله عمليتين استئصال غضروف قطني وتثبيت من كذا سنه، يعني 9 سنين. فحضرتك يعني انا خرجت ما كنتش بمشي كويس، بس كان الامور كانت ماشيه. شهر 6 اللي فات هو جالي جلطه خفيفه، يعني جلطة اخدت فين؟ جلطه في المخ خفيفه، بس انا تعافيت. بس ابتديت دلوقتي احس يعني ان انا مش قادره امشي في مكان العمليه، تعب جدا في مفصل الفخذ، والخطوه بتاعتي ضاقت، بقيت اتحرك بصعوبه. فروحت من كام يوم عملت اشعه اكس راي، فقالوا لي ان في تصلب في فقرات العمود الفقري. انا ابتديت احس يعني هو من اوله لاخره صعوبه في البلع، ومش قادره احرك رقبتي، ده من فوق لغايه تحت. الجزء التحتاني مش قادرة حضرتك، النص كده مش قادرة اخد نفسي. بالنسبة للجزء اللي تحت مفصل الفخذ ألم جامد جدا، بيبقى فيه أحيانا نوبات احتباس أو سلس في البول والبراز. فأنا حضرتك مش عايزة أوصل للحالة دي حاليا. أنا دلوقتي الحزام حوالين ظهري وحاسة بتصلب جامد، كأني كده يعني بني آدم من حجر، النص اللي هو في نص العمود الفقري بالظبط. هل حالتي ليها علاج؟ انا مش عايزه اوصل للحالات اللي حضرتك ان شاء الله مش عرفتيها. هتوصلي ان شاء حبيبتي، الله وحبيبتي شكرا. هتوصلي ان شاء الف الله. سلامه يا نيفين، الف باذن سلامه، ان الله. شاء الله يسلمك خير. حضرتك، شكرا شكرا. شكرا. مع السلامه. هي طبعا حالتها تبقى احسن منهم جدا، لان هي بدأ يعني، بصي هي بتلحق نفسها بدأ بدري، هتلحق نفسها، هتحتاج طبعا تاخد علاج طبيعي مكثف 6 ساعات يوميا، وهنحتاج هنشتغل على عضلات الاحساس، وهنشتغل على عضلات التبول، لان هي بدأ يحصل احتباس، وهنشتغل لو في صعوبة في البلع لازم نشتغل على عضلات البلع كمان، ده اللي الناس مش عارفينه، العلاج الطبيعي ليه دور كبير في عضلات البلع هو برضو عضلات البلع يا دكتور ليها علاقة بسبب بالإصابة؟ الجلطة اللي جات لها في المخ، أثرت على عضلات البلع. فهتعمل كورس يعني هيبقى في حدود 6 من 6 ل 8 ساعات برضو، يعني هي بقى ترجع لمدة الحاجات دي يا شهر دكتور التقييمي، هتشفى شهر منها بالنسبة لها تماما؟ هيبقى كويس، لأنها لسه ما وصلتش لإيه، يعني هي لسه في مرحلة ضعف عضلاتي، ما وصلتش لمرحلة إيه، مش المضاعفات الكبيرة اللي احنا فشهر اتكلمنا هيبقى كويس عنها. جدا، تبقى كويسة جدا بعده إن شاء الله. هتشفى من الحاجات او الاعراض اللي هي طبعا حاسه بيها دي يا طبعا ان دكتور؟ شاء الله باذن الله. طب هو كل ما كان علاج في يعني، غير حتى لو السن صغير بس الاصابه كانت بقالها فتره طويله، ده ما يخليش، لان السن الصغير طبعا الاجهزه ووظيفتها وما زال ان هي بتبقى احسن طبعا من مع السن تقدم الصغير، السن. السن الصغير طبعا بيبقى افضل معانا في النتائج، الوزن الخفيف بيبقى افضل معانا في النتائج، غير ما يبقى وزن تقيل. في حاجات زيادة الوزن طبعا اللي بتبقى ليها دور، بيفرق معايا طبعا، بيفرق معايا في سرعة التوقيت عموما. يا دكتور وسرعة انت اديتي استجابة العضلات. يعني نور امل وتفاؤل وخير لناس كتيرة جدا يا دكتور، فقدوا الامل فترة وسنين طويلة جدا، وسببت لهم ازمات نفسية واجتماعية، وسببت لهم مضاعفات مشاكل كتيرة جدا. حضرتك اديتهم النهارده نظرة امل كبيرة، بشكرك وان شاء الله، وبتمنى لك التوفيق يا دكتور. ربنا يخليكي، شرفتينا. مشاهدينا اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا، استنونا بكره يوم جديد وحلقه جديده ولايف كلينك.